تؤكد قبيلة العوازم ولاءها المطلق والراسخ ووقوفها صفا واحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتعرب عن استنكارها وشجبها للمحاولات البائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة التابعة لدولة قطر من أكاذيب ودسائس ومؤامرات ضد قيادتنا ومملكتنا الغالية، وأن قبيلة العوازم لن تتهاون في تقديم الغالي والنفيس في الدفاع عن الوطن والذود عنه.